حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى جولة الصحافة، نبدأها بأبرز ما عنونت به الصحف اليوم. نقرأ في الصحافة العالمية: العرب اللندنية، عودة العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن والصومال بعد 28 عاما من القطيعة. وفي الحياة اللندنية: إسرائيل تباشر تدمير أنفاق هجومية لحزب الله بدعم أمريكي. ونقرأ في الصحف الخليجية: الرياض السعودية، مؤتمر بجامعة الملك خالد عن التنمية المتوازنة ورؤية الملك سلمان الاقتصادية. وفي الشرق القطرية: الشيخ تميم، دعوة رسمية من الملك سلمان لحضور قمة مجلس التعاون بالسعودية. ونقرأ في الصحف التركية: صحيفة ديلي صباح، الرئاسة الروسية، بوتين وأردوغان وميركل اتفقوا على عقد قمة جديدة حول روسيا، حول سوريا. وفي صحيفة يني شفق: رئيس مجلس إدارة شركة أسلسان التركية ذكر أنهم نجحوا في تطوير سلاح ليزر له القدرة على تأدية مهام عالية. ومن عناوين الصحف ننتقل الآن إلى تقرير تحت عنوان: درع الشمال، حروب إسرائيل الجديدة. تمثل العملية العسكرية والهندسية التي أعلنتها إسرائيل صباح الثلاثاء وأطلقت عليها اسم درع الشمال بهدف تدمير ما تزعم أنه أنفاق هجومية تابعة للمقاومة اللبنانية وحزب الله على الحدود مع لبنان. توجهات الحرب الجديدة والمفضلة لدى دولة الاحتلال في السنوات الأخيرة والتي أطلقت عليها مصطلح بيم، أي المعركة ما بين الحروب، والتي تعني خوض معارك محدودة الأهداف وتتجنب الالتحام المباشر وتعتمد على الاستخبارات وتركز على عمليات سلاح الجو والوحدات الخاصة بما يتلائم مع الوثيقة الاستراتيجية للجيش سنة 2015. فلماذا بيم ولماذا درع الشمال؟ تشكل درع الشمال وعمليات بيم بشكل عام رداً أمنياً إسرائيلياً على القيود والمشاكل الاستراتيجية العميقة التي تواجه إسرائيل والمتعلقة بغياب العمق الاستراتيجي، وخصوصاً في عصر الصواريخ التي يمتلكها عدو غير تقليدي على شكل منظمات المقاومة في فلسطين ولبنان، إضافة إلى القدرات البشرية الإسرائيلية المتراجعة من حيث العدد وقدرات التجنيد الواسع ولفترة طويلة، ومن حيث المعنويات والقدرة على الصبر والصمود في زمن القصف والحروب، كما ظهر ذلك جليا في احتجاجات وهروب سكان مستوطنات غلاف غزة من طائرات ورقية وبالونات حارقة أبدعها الفلسطينيون في غزة. وهكذا تعتقد إسرائيل أنها لن تدفع ثمنا باهظا من حروب بيم كدرع الشمال. تظهر عملية درع الشمال وحروب إسرائيل الجديدة تناقض القوة الذي تعيشه دولة الاحتلال، فمن جهة لديها أقوى وأحدث الأسلحة الأمريكية وهي مزودة بأحدث أنواع التكنولوجيا العسكرية المتطورة، وهي بهذا تمتلك أسلحة دمار فتاكة وقادرة على تدمير لبنان وما حوله، ولكنها وفي نفس الوقت لا تمتلك القدرة الفعلية على تحقيق وإطلاق إمكانياتها الهائلة بسبب قيود القوة العامة، ومنها السياسة الدولية على سبيل المثال وقيود قوة إسرائيل الخاصة كالقيود المجتمعية والجغرافية. من غير المتوقع أن تؤدي عملية درع الشمال إلى حرب واسعة مع حزب الله ما تعلق ذلك بإسرائيل، لأن ذلك يتناقض مع مصالح إسرائيل الأمنية والسياسية والاقتصادية، والتي تتلخص في تعطيل أكبر عدد ممكن من أنفاق الشمال في إطار حربها الأوسع التي تستهدف منع تعاظم قدرات حزب الله. ومع ذلك قد يحدث احتكاك ما يربك الحسابات الإسرائيلية، لذا تعتمد إسرائيل سلفاً على المساندة الأمريكية وعوامل الضبط والكبح الدولي لأي تصعيد والمتمثلة في فرنسا وروسيا.
وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير في الشأن الإسرائيلي السيد فرحان علقم. سيد فرحان أهلا وسهلا بك. حياكم الله، تحية لك ولمشاهديك الكرام. أهلا بك سيد فرحان. يعني عملية درع الشمال بتنفيذ صهيوني ومد أو دعم أمريكي لهدم أو تدمير الأنفاق أو أنفاق حزب الله، ما هو تعليقك؟ بداية لابد من وضع الأمور في نصابها وقراءة الأحداث وفق السياق المحيط بها. فهذه العملية جاءت بعد أحداث غزة واضطرار إسرائيل إلى وقف إطلاق النار، هذا من ناحية. فحينما أوقفت إسرائيل أو وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار مع فصائل المقاومة في غزة، وقعت تحت طائلة اللوم والسب والشتم من قبل الإسرائيليين أفرادا وأحزابا وجماعات. ولعلنا نستذكر هنا أن عقب استقالة ليبرمان كانت حكومة الائتلاف الصهيوني مهددة بالسقوط، وكان وزير التربية بنت يهدد بالانسحاب من الائتلاف إن لم يتولى وزارة الحرب. والسبب الوحيد الذي دفع بنت للتراجع هو إعلان نتنياهو أو إصراره لبعض الحكامات الذين أمروا بنت بعدم الانسحاب أن هناك حدثا أمنيا متواصلا ومستمرا يستوجب بقاء الحكومة. يعني أن هذه العملية هي امتصاص لغضب الشارع الصهيوني؟ نعم بالتأكيد هي امتصاص وتحويل للأنظار، وليثبت نتنياهو مرة أخرى أنه سيد الأمن في ظل انسحاب ليبرمان. ها هو يقدم على عملية نوعية كما وصفتها، وقد جند لها ماكينة إعلامية ضخمة أكبر من الحدث بكثير، الماكينة الإعلامية التي حدثت حتى لو كانت تكلفة نتنياهو في اجتماعه العاجل أو سفره العاجل إلى بروكسل للاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي، وكأنه يريد أن يستأذن أو يضع أمريكا في صورة الحدث، تدلل على أن هذا الحدث الإعلامي أكبر من الحدث الواقع. نعم. الأمر الآخر أنه يريد أن يلفت الأنظار إلى الجبهة الشمالية وأن إسرائيل محقة في الشكوى من تعاظم النفوذ الإيراني، و يشير إلى خطورة حزب الله وأن هذا الحزب المدعوم إيرانيا يشكل خطورة على الأمن والسلم في المنطقة. لذلك هو يريد أن يأخذ تفويضا أمميا بردع هذا التمدد لحزب الله ولإيران. يعني حتى لو كلفته هذه العملية حرب جديدة مع حزب الله، هو يوقن أنه لن يصل إلى مرحلة الحرب، لأنه يعمل في، وقد أعلن ذلك، أننا نعمل في ضمن حدودنا ولن نجتاز هذه الحدود، ولكن نريد أن نثبت للعالم أن حزب الله اخترق قرار 1701 وتجاوز هذا القرار، وبالتالي هو وقع في المحظور العالمي. ولعلنا نستذكر هنا بعض ردود الفعل الدولية التي أيدت هذه العملية، وفي مقدمتها روسيا على لسان وزير خارجيتها والناطق باسم وزارة الخارجية الروسية، الذي أعلن أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله وضد أنفاق حزب الله. ثم أن هذه الأنفاق لا تكاد تجتاز، حسب الإعلام الإسرائيلي والإعلان الإسرائيلي عنها، لا تكاد تجتاز الحدود ببضعة أمتار، فهي بالتالي لم ولن وليست تشكل خطورة على المنطقة حتى الآن في وضعها الحالي. طيب. لكن مطلوب أن يكون هناك هروب للأمام من أزمات نتنياهو التي يعاني منها. طيب. يعني رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعني يدعو لعقد اجتماع مجلس أمن دولي، ويعني يبحث وسنناقش القضية مع رؤساء دول كبرى، برأيك ماذا يهدف نتنياهو بهذه الخطوات؟ هو يريد أن يعلن للعالم أن حزب الله وإيران تجاوزوا الحدود وتجاوزوا الصلاحيات التي وافقت عليها الأمم
أو الدول في سوريا، وبالتالي هو يريد أن يحصل على صلاحيات وتفويض بتحجيم هذه القوة وهذا الوجود. هو يريد أن يوجه ضربات إلى هذا الوجود وضربات سياسية قبل أن تكون ضربات يعني أن هناك هدف، يعني أن هناك هدفا خفيا في سوريا. الهدف الخفي في سوريا هو أن تظل يد إسرائيل مشرعة في سوريا. ولعلنا هنا نستذكر أن بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية، روسيا أقدمت على تشديد موقفها ضد إسرائيل. مستوى التنسيق بين إسرائيل وروسيا انخفض، لذلك إسرائيل بحاجة ماسة جدا أن تستعيد الفضاء السوري وأن تكون يدها مطلقة في هذا الفضاء. طيب ماذا لو تمت هناك يعني عملية عسكرية أو مجابهة عسكرية بين حزب الله ودولة الاحتلال؟ يعني برأيك هل ستكون هناك تدخل أو هل سيكون هناك تدخل لنظام الأسد وللقوات الإيرانية؟ قد حصل قبل هذا الحدث معارك وتبادل لإطلاق النار بين حزب الله في لبنان في منطقة الجنوب وبين إسرائيل، وكان نظام الأسد بعافيته وبكامل قوته ولم يتدخل، والآن هو لا يملك أن يتدخل. ثم حتى لو كان نظام الأسد يملك القوة فهو لا يملك الإرادة ولا يملك القرار، ولكن الوضع اليوم مختلف. الوضع اليوم مختلف غير عن السابق، يعني هو بحاجة إلى رضا إسرائيل أكثر من السابق. يعني أنه يخشى من الرد الإسرائيلي أو يخشى على منصبه. هو يخشى على منصبه، ولذلك هو بحاجة إلى تأييد الإسرائيلي وإن كان تأييدا خفيا. هل من الممكن أن نفهم أن التدخل الأمريكي في سوريا ضد النظام؟ لو كان ضد النظام لسقط هذا النظام. إسرائيل أعلنت مرارا وتكرارا أنها من مصلحتها بقاء النظام وأن يظل هذا النظام موجودا، وأن مصلحة إسرائيل الأمنية والسياسية في بقاء النظام وليس في ذهابه. يعني ولو كانت إسرائيل تريد إسقاط النظام لأسقطت. يعني افترض أن هذه العملية هي عملية تقليم للأظافر. هي كذلك هي تقليم للأظافر، وهي أيضا عرض للعضلات على المستوى الداخلي، خاصة بالنسبة لنتنياهو وبالنسبة للمستوى الخارجي. هو يريد أن يقدم نفسه على أنه المخلص ويفرض نفسه على أنه هو رأس حربة الغرب في منطقة الشرق الأوسط، وأن الدور الوظيفي لدولة الاحتلال في رعاية مصالح الغرب لم ينتهي ولن يكون هناك بديل عن إسرائيل في رعاية مصالح الغرب في هذه المنطقة. سيد علقم، يعني هناك يعني البيت الأبيض أعلن أنه يدعم بقوة هذه العملية، برأيك ما هي أهداف البيت الأبيض؟ البيت الأبيض معني بدعم إسرائيل أولا لأنها إسرائيل، ودعم نتنياهو بالدرجة الأولى، ثم أنه معني أيضا أن يشرح للعالم أن العقوبات التي فرضها على إيران لها ما يبررها، ودليل ذلك الأحداث التي تحصل في منطقة جنوب لبنان. شكرا جزيلا لك سيد فرحان علقم الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كان معنا، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ويصحبكم الزملاء إلى حوار المنتصف.